فقرة ضيف ونناقش مع ضيفنا الخبير الاقتصادي محمد الشرقي تحسن مؤشر سمعة المغرب في الأسواق العالمية على ضوء خلاصات الدراسة التي أنجزها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية وشملت مواطني عدد من الدول المؤثرة في العالم. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا أخت صفية. إذن تقدمت صورة المغرب كما ذكرنا 6 مراتب في تصنيف مؤشر الثقة لدى المواطنين الدول الصناعية الكبرى، وقال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إن التدبير الجيد لإدارة الأزمة الصحية لمواجهة وباء كوفيد-19 ساهمت في تحسن مؤشر سمعة المغرب الخارجية. إذن ماذا نقرأ في هذا التقرير؟ نقرأ أن يعني صورة المغرب الخارجية هي صورة إيجابية، وأن سمعة المغرب هي سمعة جيدة وطيبة، وقد تم التأكيد على هذه الحقيقة مرة من خلال الدراسة التي أنجزها يعني المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بشراكة وتعاون مع مؤسسة كامبن، وهي مؤسسة أمريكية توجد في بوسطن هذه مؤسسة عالمية تعمل إطار يعني صورة ما يسمى صورة المؤسسات وصورة الشركات وصورة الدول. وطبعا كل دول العالم الآن تريد أن تعرف ما هي صورتها لدى الرأي العام الدولي. طبعا هذه أو هذا البحث الدراسة أو البحث الحقيقي قامت به هذه المؤسسة من خلال مشاركة يعني حوالي 4 دول، منها 18 دولة صاعدة أو نامية، و8 دول اللي هما الدول الصناعية الكبرى. طبعا الدول الصناعية الكبرى أبدت يعني نقولوا يعني رأيا إيجابيا وربما إيجابي جدا حول المغرب. يعني الأسئلة اللي كانت تطرح، هل تعرف المغرب؟ ماذا عن تعرف المغرب؟ هل إجاك فرصة زيارة المغرب؟ قلت نعم. هل تشاري صناعة مغربية أو منتج مغربي؟ هل ترى المغرب أنه بلد جيد؟ هل تدرس إلى جذب فرصة في المغرب؟ هل تستفيد من جذب فرصة في المغرب؟ هل تقيم مشتري بيت في المغرب؟ إلى آخر من أجل هذه الأسئلة. فالمغرب حصل على 64.2 نقطة، وبالتالي أصبح يعني الترتيب 29 من الترتيب العالمي من أجل على لائحة 72 دولة. بالتالي المغرب هو من بين 30 دولة اللي عندها ثقة كبيرة يعني مؤشر السمعة لدى ما يسمى المجموعة الثمانية الكبار زائد الصين، والمجموعة الثمانية الكبار هي الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. طيب أستاذ محمد الشرقي، نريد أن نعرف لو سمحت عناصر القوة في سمعة المغرب لدى مواطني الدول الخارجية. عناصر القوة هي نقول فيها 3 مستويات. المستوى الإيجابي الأول هو أن المغرب أمة عريقة لا حضارة ولا تاريخ، وبالتالي هي تصنف من ضمن الأمم القديمة التي لها حضور عبر التاريخ ولها أدوار إقليمية وأدوار حضارية وأدوار ثقافية وأدوار يعني إنسانية، بالتالي هذا جانب إيجابي. الجانب الثاني اللي إيجابي هو أن المغرب بلد مستقر، بلد آمن، بلد فيه مؤسسات، بلد يشتغل في إطار القيم الكونية، في إطار المؤسسات يعني الدولية كما هو متعارف عليها عالميا. المستوى الثالث في هذا الجانب طبعا هناك ما يسمى يعني نوعية الحياة، فتم التعبير على أن يحبون المغرب كبلد جميل في طبيعة وشعبه شعب خلاق وشعبه مسالم، وبالتالي يعني هذه الصورة الإيجابية. طبعا هناك الجانب اللي نقول أقل شوية، وهو الجانب المتعلق بالاقتصاد وبالتكنولوجيا بالتعليم. طبعا هنا تم تصنيفنا ربما أقل من المتوسط العالمي، خاصة في مجال التعليم، ربما نحن نشوف المستوى ربما المطلوب في مجال التعليم. وأيضا ليست لنا يعني العلامات التجارية الدولية، الشركات العالمية الكبرى يعني الدراسة أوصت أنه هذا المجال يجب أن يحظى بالاهتمام في يعني على المدى المتوسط للاستثمار. طيب أستاذ الشرقي، نريد أن نعرف كيف يمكن أن نستثمر هذا التقدم ب6 نقاط الذي حصده المغرب رغم بعض النواقص في مجالات أخرى في الاستثمارات والمشاريع السياحية الآن. طبعا تحسن أي
يعني ان هؤلاء الناس زيارة المغرب، إذن هناك يعني طبعا في المستقبل سيزورون يعني ملايين الناس تفكر في زيارة المغرب والاستثمار بعضهم بصورة إيجابية تنعكس على مجال جنب الاستثمارات ومجال السياحة ومجال أيضا الأسواق المغربية، أن المغرب أنه يسوق إلى بقية دول العالم. لكن في المقابل علينا أن نجتهد، يعني هذه يعني الشهادة نقول العالمية الإيجابية، الكرة الآن عندنا أن يعني تكون عندنا يعني صناعة أيضا قوية تنافسية، يكون عندنا إدارة يعني عصرية، إدارة حديثة وحدثية، يكون عندنا مؤسسات يعني أكثر نجاعة وأكثر يعني خدمات للمواطنين تكون أفضل. فبالتالي يعني الآن علينا أن يعني نأخذ هذا الجانب ونجتهد ونستعمل أنه ربما بعد يعني كوفيد يعني بوست كوفيد العالم سيكون فيه تنافسية، والمغرب من هذا الموقع له حدود حتى هو. نحن في 30 نحن بين 30، فبالتالي يعني هناك يعني فرص هائلة تطرح أمام المغرب، لكن بالمقابل على المؤسسات يعني الحكومة والبرلمان أحزاب والإدارات والوزارات وكل يعني الفاعلين في هذا المجال أن يعملوا من أجل إبقاء هذه الصورة والسيرة، لأن ما زال عندنا 21 و22، بالتالي يعني كل سنة نعم أستاذ الشرقي بخصوص يعني هذا هذا الاجتهاد كما وصفتم. المغرب أطلق طبعا خطة الإنعاش الاقتصادي خاصة في القطاع السياحي، هل في ذلك إشارة داخلية وخارجية في تدبير السياحة في المغرب؟ طيب إشارة، لأن القطاع السياحي هو قطاع مهم في الاقتصاد الوطني حتى في التعامل يعني في هذا البحث الميداني، يعني أن يصنفون العالم يصنف المغرب على أنه بلد سياحي، يعني رقم واحد هو أن المغرب بلد سياحي، فبالتالي يعني هذه الصورة يجب أن نحافظ عليها. طبعا هناك الجانب الاجتماعي أن الناس العالمين في السياحة يجب أن ندعمهم على الأقل إلى حين يعني استبداد يعني نشاط القطاع السياحي، والقطاع السياحي يعني الصناعة السياحية بكل مكوناتها. والجانب الثالث طبعا هو الجانب الاقتصادي والوقوف إلى جانب المقاولات والمؤسسات السياحية والفنادق، فبالتالي يجب دعمهم. لكن في المحكمة هذه ربما رسالة إلى العالم أنه يعني رغم أنه هناك تأثر اقتصادي واجتماعي في القطاع السياحي، فالمغرب لا زال يجعل السياحة من ضمن يعني القطاعات الواعدة، ليس فقط لأن السياحة تجلب العملة الصعبة أو السياحة تجلب السياح أو الأجانب لزيارة المغرب، لكن لأن السياحة عندها كل يعني الإشارات الأخرى. السياحة تعني الحضارة، تعني الثقافات، تعني الاستقرار، تعني الأمن، تعني يعني بلد يعني في وضع جيد، وهذا الشيء اللي قالوا التقرير أنه. إذن طيب في إطار يعني هناك مؤهلات طبعا وهناك خطة لإنعاش القطاع، لكن نحن في ظرفية طبعا اقتصادية صعبة بسبب تداعيات أزمة كورونا، كيف يمكن تحويل هذه الأزمة الآن إلى نهضة إن صح التعبير اقتصادية؟ وهي دائما يعني الأزمات يجب تحويلها إلى يعني إلى فرص، يعني هذا كان في التاريخ، والأمم عندما يعني تصاب بوعكة معينة يجب أن يعني تستفيد من تلك الدروس وتخرج إلى مجال أوسع ومجال أفضل. نحن في هذه المحطة اليوم عندنا تحدي كبير هو تحدي الصحي، تحدي مقاومة يعني كوفيد والتغلب عليه، والمواطنين يعني مسؤولون أولا بهذا المعنى، لكن في المقابل علينا أن نضع أمام أعيننا أن هناك فرص هائلة يعني أمامنا، أن العالم يعني يعطينا إمكانيات، أن هناك عالم ما بعد كورونا، عالم جيوبوليتيك جديد، هناك توزيع لجغرافية الاقتصاد، توزيع لجغرافية الاستثمار، توزيع لجغرافية التكنولوجيا، فإذا علينا أن نستعد لنكون لنا مكان ويكون لنا موقع في العالم الذي سيكون بعد كورونا، وبالتالي هذا كورونا أعتقد أنه بدأ من الآن، لأن العالم كله يستعد، فقط يكون هناك يعني الفاكسا أو يكون هناك تلقيح سنشهد يعني عالما جديدا، وبالتالي فنحن الآن على نستعد بالاستعداد للمواطنين، وبالتالي علينا أن نعيد نظر مجموعة من السلوكيات، مجموعة من العلاقات، مجموعة من الإصلاحات يجب أن نبدأ بها، ربما بدأنا ولكن علينا أن نكون يعني مهيئين على أنه العالم الذي سيأتي في بعض شهور أو بضع سنوات سيكون أصعب من المرحلة السابقة، وبالتالي علينا أن نكون جاهزين لعالم ما بعد كورونا. أشكرك محمد الشرقي الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من الرباط.